هذا سائل يقول: حديث الرجل الذي دخل النار في ذباب، هل يؤخذ منه عدم العذر بالجهل في مسائل الشرك في العبادة لأن هذا الرجل كان جاهلا ولم يعذر ودخل النار؟ الظاهر أن الإرجاء متمكن من بعض الحاضرين، ما الحديث ما فيه هذه الأمور، الحديث ما فيه هذه الأمور، حديث واضح في أن الرجل ذبح لغير الله، آثر السلامة على عقيدته، كان من أهل النار. ولا ندخل بها الترهات والأسئلة الباردة. نعم.